من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قال ختمت فرج بها كربنا يا واسع كرم شافي بها مرضانا يا واسع كرم ارحم بها بينا والجميع يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم كاشف يطلع من عندك هذه ما منهم فايده المصريين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لق مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سع الكرم بجاه من بيته في طيبه حرام واسمه قسم الأعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم أبياتها قد خاتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسمي انتقمي فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظم إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل را ما ربي حين يقسمها تأتي على حسب القسم في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطب بعهدك في الدارين إن له رمتا تدعوه الأهوال ينهسم ويأذن لصحب صلاة كقائمة على النبي بمنهل ومنهل ما رمنا كلكم تنحاشون الصوفية لا حول الله يعني ابو يعقوب اخر واحد انت شت خدت منه الطريقه الرفاعيه اصمد ما رناحت عذبات الباني حصابه واطرب العيسى حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر قول ما شاء الله وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والال والصحب هذا الفخر شنو عيل برمضان تقعدون كذي السيد كان مشعللها والله رمضان هذا عنده شنو مقدس انت الحين حدثنا اخر واحد خليه في الطريقه الرفاعيه من ابو يعقوب الرفاعي تعال خلي الناس تستفيد منك شلون اخذتها منه وهو على فراش المرض والله اخر واحد هذا حطيت يديني بيديني رحمه الله عليه رحمه الله عليه شو كان من الناس الحبيبين سبحان الله والتزمت بالطريقه نعم مدن الطريقه والحقيقه والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى قول ما شاء الله والحلم والكرم يعني إذا ما سويت فرقة عاد سوون فرقة دنابق ودقدقة ما يخالف يصير لا مو ما يصير يصير مو حرام الطرب في كلام زين بس أنتوا سووا مجالس عيد الأمجد يا ربي بالمصطفى
والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بمصطفى بلغ وصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي كل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم. أنا موسيقى درستها ودرست بالمعهد درست حتى المناشيد بس أنا اليوم راح أشعلها. قول ما شاء الله يا سيدي الإدريس. بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة البردة سهلة هاي حسبالكم قلت عراقي نقول عدالكم سهلة هاي والله مو سهلة هذه صارت عليها قصة قصة الوالد في المنصورية الجزولي وبكى وقعد وشاف النبي وهذه برد يلا المكاشفي انت اكشف السر الصوفية هذيلا ما منهم فايدة ربعنا وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في إن وفي خاتم أبياتها قد آتت 60 فرج بها كربنا يا 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 واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جدنا رسول الله قاعد يسمع الحين يدري اللي كلكتية من الصجية وشكرا وهاي نفحية صوفية من أبو يعقوب الرفاعية والله العظيم ونشكر أبو ماجد الشاهينية سواء طبعة هذا حنا ناس يعني دراويش يا مكاشفي يلا دعاء عليك يلا سيدي اكشف سرك لا يا معود احنا كنا عبيد كان الوالد يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد يلا سيدي اكشف سرك اللهم ربي بأهل البيت آمين وفقنا آمين. في الدين والدنيا وأكرمنا في الدارين آمين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا صلاة محمد صلاة النبي التازم وتغض وتفرج به الكرب وتغضى به الهوائد وتنال به الغائب وصفواته صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو يعقوب لأن الناس سواحين بالأرض حسبالكم شغلة سألتهم هذول ذولا ما ملوك الأرض هم يسوحون شنو يسوون يسوون مسايد ومدارس وخانقات ويتامى سيدنا الشيخ يسوحون وانتو شغل. قاعدين ريل على ريل ربنا انفعنا بإياه وربنا يزيد رحمه اللهم ربي أكرمنا بإياه على البيت جميعا صلى الله عليه وسلم آمين تمنهم الوالد يقول المحسوب كالمنسوب وانت أبو حيدر تركض ورا النسوان الله يسامحك شيخ الجعافرة والأسوانيين فرغتين احنا جوزنا فرغتين